السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيت نهضر لكم على الفرق بين حالة الطوارئ ومفهوم ديال الحجر الصحي وتخفيف الحجر الصحي. اول حاجه نبداو بها هي المفهوم ديال حالة الطوارئ، الفتره اللي كتسمح للدوله تاخذ القرارات والتدابير بدون الرجوع الى البرلمان باش يصادق عليها، يعني داخله فيها الحجر الصحي ومجموعه من التدابير والاجراءات بلا ما ترجع للبرلمان يصادق عليها. اما بالنسبه للمفهوم ديال الحجر الصحي هو داخل في حاله الطوارئ، يعني التدبير من التدابير اللي اخذتها الدوله في حاله الطوارئ اللي في هذه الوضعيه هذه، بانك ما تخرجش في هذه الوقيته الفلانيه، انك تاخذ بعض الضوابط، انك دير الكمامه، انك تعقم يديك الى اخره، بان بعض القطاعات ما يخدموش، منع التجمعات، منع الحفلات وبزاف الحوايج. هذا هو الحجر الصحي. اما بالنسبه لتخفيف الحجر الصحي مقاسم لجوج الحوايج كيف ما شفتوا البارح، تاخذوا جوج قرارات، ان كاينين مناطق غيكون فيهم تخفيف الحجر الصحي ومناطق لا. شنو هو تخفيف الحجر الصحي؟ ان في هذه المناطق اللي تعتبرت رقم واحد غادي يرجعوا جميع المجالات العمل ديالهم باستثناء الحفلات، المساجد، التجمعات، المهم الحوايج اللي كيكونوا فيهم تجمعات ما غاديش يكونوا، وغيكون بطبيعة الحال بضوابط، يعني انك تخرج ودير البافيت ديالك وكل شيء، والوقاية خير من العلاج، يعني غادي تكونوا داير الوقاية عاد تخرج، وما غاديش يكون التنقل بين المدن والمدن، غيكون غير في الجهة اللي فيها انت، التنقل غيكون غير في المدينة او الجهة اللي فيها انت. اما بالنسبة للمناطق اللي تسمات المناطق رقم جوج، غيكون فيها الحجر الصحي كيف ما كان من قبل، يعني حيت فيها الحالات بزاف، وغيكون كل اسبوع غيدار بحال ميزاجور المناطق رقم واحد ورقم جوج على حساب الحالات اللي فيهم. كيف ما كتشوفوا في المناطق رقم جوج قالوا بلي غيكون الحوانت والمحلات وداكشي خدامين حتى للثمانية د العشية، وغيبقاو نفس 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 الضوابط اللي كانت من قبل. هذا ما كنت من انني فدتكم في هذا الفيديو، بارطاجيوه مع الناس اللي مازال ما فاهمينش هذا الفرق هذا بين هاد جوج الحوايج، وتهلاو في راسكم، ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، تبارطاجيو الفيديو، تهلاو في راسكم.